براجع جزء من تقرير خبرة وحبيت أشارك معاكم المراجعة. الاطلاع على أوراق الدعوة وما بها من مستندات، خاصة الأحكام القضائية وتقرير الخبرة المودع بها وما قد يقدم لها من مستندات، الترجمة من العربية إلى الإنجليزية وأنا براجع الجزء ده. Reviewing the case papers أوراق الدعوة and the documents contained therein وما بها من مستندات, especially the judicial rulings and the expert report and any documents that may be submitted to it. طبعا كل حاجة في دي ممكن تتغير, يعني أنا ممكن أقول على ال documents exhibits وممكن أقول judicial rulings judicial judgments, حاجات كتير ممكن تتغير, لكن أنا لما باجي أراجع بحب أغير الحاجات اللي ممكن تشكل أخطاء فقط. بسيب الجملة شوية علشان تقدروا تشوفوا الأصل مع الترجمة. كل التعليقات مرحب بها ونقدر نبعت بده رسائل أو نعلق مكان ما هتشوفوا الفيديو إن شاء الله. حسيت اني محتاجة اقول وما يقدم لها من مستندات, اي مستند هيقدم عموما بيبقى الهدف منه to support the case. بيان العلاقة بين اطراف التداعي تفصيلا وموضوعها, explaining in detail, كلمة تفصيلا حبيت احطها بين dashes عشان ما تأثرش على سلاسة الجملة, the relationship between the parties to the dispute. وخلي بالنا parties to the dispute كتير جدا بشوفها parties of the dispute, هي parties to مش parties of. تالت حاجة كانت بيان الأعمال التي تم إنجازها في نطاق هذه العلاقة من عدمه ومدى مطابقتها للمواصفات. الفنية طبقا لما جرى عليه العرف الهندسي من حيث قبولها وتقدير قيمة ما تم إنجازه من أعمال من عدمه. A statement of the work that has or has not been completed, تم إنجازه أو من عدمه, يعني اللي خلصت واللي ما خلصتش. That has or has not been completed within the scope of this relationship, في نطاق هذه العلاقة ومدى مطابقتها, and the extent of their compliance with the technical specifications, المواصفات الفنية طبقا لما جرى عليه العرف الهندسي in accordance with the engineering customs, من حيث قبولها in terms of their acceptance, وتقدير قيمة and the estimation, ده اللي هيعمله الخبير, هيوضح ايه الاعمال اللي تمت والاعمال اللي ما تمتش ونطاق العلاقه في نطاق العلاقه دي وقد كده هي مطابقه للمواصفات او لا وفقا للعرف الهندسي من حيث قبولها وتقدير قيمه. كمان هيعمل ايه؟ تقدير قيمه ما تم انجازه من اعمال, has or has not been completed, الوقوف عما اذا كان احد اطراف هذه العلاقه قد أخل بالتزاماته من عدمه, مع تحديد الطرف المخل وبيان ماهية الإخلال والوقوف على سببه وسنده. ما ينفعش بقى ماشي reviewing, determining, واجي هنا أقول determine, لأ determining برضو, whether one of the parties to this relationship has breached his obligation or not, قد أخل أو خرق التزامه أو لا أم لا. وإيه كمان؟ identifying, تحديد بقى مين هو الطرف المخل, explaining the nature of the breach وبيان ماهية الإخلال
and determining its cause and support. لا هي مش هتبقى support، هنشوف دلوقتي انا هغيرها ازاي. and ground. خمسة a statement of whether، بيان عامة إذا كان قد ترتب عليه أضرار. على إيه؟ أكيد على الإخلال، فأنا ما ينفعش أجي هنا أقول at كده، ما فيش حاجة بينه. ف a statement of whether بيان ما إذا كان قد ترتب عليه أي أضرار للطرف الآخر. يبقى a statement of whether the breach، ده توضيح للمعنى، حتى لو الجملة مش جايبة لي إيه هو، فأنا فاهم من الجملة اللي قبلها وأقدر أوضح إيه المقصود بما بالضمير علشان يبقى واضح إيه المقصود. حبيتش أبدا أقول نسبة الإنجاز المتبقية إن هي تفضل كده، هو عايز يقول يعني نسبة الأعمال غير المنجزة أو غير التامة أو غير المكتملة، فنفهم المقصود ونقدر نعدل علشان نوصل المعنى بالضبط. and its value to the total work، وقيمتها إلى الأعمال الإجمالية. خلي بالنا كلمة work بالمعنى ده أو في السياق ده لا تجمع، مينفعش أقول works. and making estimate of the compensation claimed or the claimed compensation، أنا أفضل الاستخدام بالطريقة دي. الجملة اللي بعدها بيان التفاصيل، بيان تفاصيل الكفالة البنكية المتعلقة بالعقد موضوع النزاع. statement of the details of the bank guarantee related to the contract. وبعدين نعمل كده زي جملة اعتراضية the subject of the dispute، ونقدر نقول ببساطة related to the relevant contract. بس زي ما قلت في البداية أنا مش حابة أكتر التعديلات، اللي صح بيمشي، لكن لو أنا هترجم من البداية الموضوع هيكون مختلف. لما يجي أقول على تسييل الضمان البنكي، هو قصده إن هو صرفه أو إن هو يبقى to be cashed. determining the reasons for its cashing، تحديد أسباب صرف الضمان أو تسييل الضمان. cashing the guarantee زي ما قلنا بنحاول قد ما نقدر نوضح المعنى. cashing it لو لقيت إن الضمير هيلخبطني أو هيلخبط القارئ ومش هيخليه عارف it هنا بتعود على إيه، فالأفضل إن أنا أوضح إيه المقصود. in accordance with what it has been agreed، أو كده دي جملة طويلة جدا، وفقا لما هو متفق عليه من عدمه، وحاسة إن هي literal قوي أو حرفية جدا، علشان كده شلتها وكتبت in accordance with the agreement أو the party's agreement، أو غالبا أنا نسيت كلمة with هنا. in accordance with the party's agreement or not طبعا. كده وصلنا للجملة السابعة، وبالجملة اللي هو in general يعني أو in sum باختصار، يعني إيه هيعمل إيه تصفية الحساب بينهم، اللي هو settling their account أو the party's account أو the account between the parties، في ضوء ما تم إنجازه من أعمال in light of the work that has been completed and وما تم سداده مقابلها the consideration paid، مش what was paid for it مش مظبوطة، فعلشان كده عملتها and the consideration paid for it. وهيعمل ايه كمان الخبير، وتحديد عما اذا كان قد ترصد في ذمة اي طرف and determining whether there are amounts owed by any party for the benefit of the other، مع تحديد قيمتها وسببها، وكمان specifying their value and reason طبعا if any، لانه هو هيحدد هل في فلوس ولا هل في حاجة مستحقة، اموال مستحقة او لا. وبالتالي فانا حبيت اقول if any يعني لو وجدت او لو كانت موجودة. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.